سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا إله إلا الله، لا وضلوا ضلالا بعيدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكذب المشركون بالله من العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابين، ومن دعا لله ولدا أو صاحبة أو ندا أو شبيها أو مثلا أو مماثلا، فأنت ربنا أعظم من أن تتخذ شريكا فيما خلق. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، بل الله خير وأبقى وأحكم وأكرم وأجل وأعظم مما يشركون. والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله وبلغت رسله، وأنا على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك معاصينا أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله، نسألك يا الله يا رحمن، بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن، بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به لساننا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تغسل به بدننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يؤتيه أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك وابن عبيدك وابن إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
واهدنا وعافنا وارزقنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والعزة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا 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 ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أنقذ المسلمين في غزة يا ذا الجلال والعزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ربنا عز جار وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب اهزمهم وزلزلهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم حرر المسلمين في سوريا وفي غزة وفي بورما وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم فك أسرهم واشف مريضهم واكشف كربتهم اللهم بدل خوفهم أمنا يا ذا الجلال والعزة اللهم بدل خوفهم أمنا يا ذا الجلال والعزة اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والعزة واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة وأولى وارزقنا طاعتك ما لقيتنا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر والفتنة المحيا والممات والفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين فارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرض واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا يا مولانا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر.